بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. أهلا وسهلا بكم بالمتابعين. تبر عامر سنال من ورقلة. أهلا وسهلا بكم. اليوم درجكم فيديو جديد كما العادة، فيديو عبارة عن الأواني المنزلية، أروع أو أزود الأواني المنزلية في مكان محل السد خبزي ورقلة. كما تعرفون مكان تابع لورقلة في بلدية شيعان بايضة. أتمنى أن يعجبكم هذه الأواني المنزلية، فرصة ممتعة إلى غاية الفيديو آخر إن شاء الله. وأشكركم على الدعم، وأشكركم على المشاهدة، وأشكركم على التعليق. ومنجز لا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك، ولي قدر يشارك مع أصدقائه في اليوتيوب، وشارك يعني نتعاون مع البعض يقدر عليه، واللي بيقدرش الله يجزيه بكل خير تعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قاسيتونا دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي نصلي عن نبي بدر التمام، عن نبي بدر.